تحيات عشان انا وعيالي نلاقوا ناكلوا. واحد يجي سوابق متشرد يعمل فيا وفي عيالي وفي قوت عيالي كده اهو. بصوا بصوا الغله ده ايه، اتصل ده هي، بص البتاع متفحمه ده ايه، ده القمح بقى بشار ده ايه، مدة النار حرقت الارض، قلب حد يهود ان هو يعمل في معرفة نعمة ربنا كده اهو. يا ناس حد يرضاها، صور الارض، حد يرضاها يا ناس، حد يرضى ده اهو. بالله عليكم، شدة النار عاملة ازاي؟ بالله عليكم شدة النار، انا عايزة حد اوقفوا معايا، اما اخد حاج من اللي عمل فيا وفاقد عيالي ده هو، اوقفوا معايا بس، انا مش عايزة حاجة من اللي انتوا توقفوا معايا وتجيبوا لي حاج وحاج عيالي وجري جري ده وجري وتعب يا اخوي. انا طول السنة بنجري ورا يا اخوي، انا طول السنه بجري ورا ده اهو، ده عشان اجي احصده اخر السنه، احصده كده، انا احصده كده، ده يرضي مين؟ انا احصده ايه؟ احصده تراب، بعد ما احصده حب عيالي ياكلوه، احصده تراب، احصد غم اخر الليل، اجي الاقي اقوم على صوت الناس وعمايل الناس بيطفوا لي في ارضي، بيطفوا في ارضي، اجي الاقي ارضي كده، انا انصدمت وقفت مكاني، لا عرفت اتكلم ولا عرفت اتحرك من صدمتي في حياتي وجري وتعب طول السنه كده اهو. ده هو يرضي مين؟ قلبك بالله عليك جد نار، والله ما وقفت مكاني، لا عرفت اتكلم ولا عرفت اتحرك من صدمتي والله. الناس كنت انا ساعه الولعه، الناس صوت الناس صحاني، انا صحيت على صوت الناس وزعيج الناس حواليا والله ما اعرف، والله ما اعرف، انا لقيت ناس بتخبط عليا بقول الحاج الغله ولعت، جت جاري شفت المنظر وقفت، والله وقفت ما قدرت اتكلم ولا قدرت وقفت مكاني، صعب عليا جري وجري عيالي وقوت عيالي، انا اجيب المنظر اللي انتوا شايفينه ده. دي كام فدان يا حاجه؟ دي اربع فدادين، اربع فدادين، اربع فدادين، احنا ثمان اسر بناكلوا فيهم، كانه عيل من عيالي اكتر اكتر اه، اما انا معايا اربع بنات باكلهم وبنشربهم من حته الارض دي، اجي الاقيها كده، الاقيها كده يا اخويا، يرضي مين؟ تعبان عليك، يرضي مين؟ بالله عليك لا تصور دوت، وخلي الناس تحكم لي، خلي الناس تحكم لي، انا عايزه بس حكم منكم انتوا، انا مش هقول غير يا رب وانتوا باللي انتوا هترضوا تحكموا عليا بيه، انا راضيه بيه، ان الناس تحكم وتجيب لي حاجه انا راضيه بيه، مش عايزه اكتر من كده. اربع فدادين احنا ثمان اسر بناكلوا فيهم، ثمان اسر، والله كنت محضره الشكاير عشان اقوم الصبح ندرسوها، والله مبيته على الناس اللي هتدرسها، واقوم الصبح عشان اخد حب اللي عيالي ياكلوه، اقوم على الساعه 2 ولا 3 على صوت الناس وجري الناس حوالين ارضي بيطفوا فيها، بس يطفوا في ايه؟ وانت ما تعرفش انها ارض؟ والله ما اعرف، والله ما اعرف، انا لما دخلت واحده عليا في الضرب اتخبط عليا قالت لي الحاج الغله ولعت، والله وجعت ما قدرت اطلع من باب بيتي، والله ما قدرت اطلع من باب بيتي لما سمعت الخبر وشفت المنظر ده، ما قدرت. بسبب ايه كل ده؟ في جاري واحد سوابق ودخل في سبقه وفكر ان اخويا اللي بلغ عنه، طلع اول ما طلع من الحبس قام ضرب اخويا بالنار. الخلاف على ايه في الاول؟ مصرف حدوده ما بيني وبينه عمله لي مشكله من ما فيش. عامل لك المصرف من ما فيش؟ اه من ما فيش، عشان مشكلته هو ودبسنا احنا فيه، وحاكم عليا صور لي ريش الارض كده، حاكم عليا ما انزلش اخد انضف فيها عود عفش. استضعفك ولا ايه؟ اه مستضعفني. اه بس انا ليا ربنا وانتو، انا ليا ربنا والناس تحكم وتساعدني ان انا اخد حق منه، بس دي اللي انا عايزاه، خدوا لي حق، انا عايزه الناس تشوف ده اهو وتاخد لي حق. اشتغلت قد ايه في الارض ده عشان يطلع قمح كده؟ سنه سليمه يا اخويا، محصول زرعه الغله سنه سليمه مستنياها، شفت لما تبقى صايم طول السنه ومستني العيد يجي عليك تفطر، يوم الحصاد تجي بقى تفطر على ايه؟ يجي عيالك يستنوك على ايه؟ وانا عماله الم في شكاير والم في ناس، ها لما انا عمال الم في شكاير والم في ناس عشان يدرسوا له ارضي، اجي الاقيها الناس بتطفوها، بدل ما بيدرسوها بيطفوها، بيطفوها ايه؟ فحم يا اخويا وتراب، وانا اعمل ايه بس؟ انا اعمل ايه؟ خدوا له انت حاجه، يحرق القمح والعيال اه، هو النفر الثوبك في قلبه رحمه، اتفرج يا اخوي اتفرج كده وشوف، ده ايه غل، ده ايه غل، ده ايه، ده ايه، دي مسلم، مش هتصدق ان ارضك اتحرقت، دي مسلم ده هو على دين الاسلام، والله ما يعملها لا مسلم ولا مسيح، مش مصدق ان ارضك اتحرقت، لا تصدقها ازاي؟
انت تصدق انا في صدمه لغايه النهارده، انا في صدمه يعني. انا لغايه هذا الساعه انا في صدمه مش متخيله ارضي، والله بقول انا في حلم، انا نايمه لسه وما حد صحاني عشان ما اجومش اشوف ارضي كده. ما اجومش اشوف ارضي كده. بص اتفرج، ده ايه غل؟ ده ايه سبل غل؟ ده ايه سبل غل؟ ده ايه غل اهي يا جماعه؟ ده ايه حب غل؟ انتوا شايفين ايه؟ ده هي بدل ما تبقى بيضة بقت سودة، حسب الله ونعم الوكيل فيه، وسودة عليه وعلى ايامه الجاية كده بوجودكم. انتوا تاخدوا له حق منه، خدوا له حق منه. انا عايزة حق بس، انا بقول عايزة حق وحق عيالي وتعبي، عايزة حق وحق عيالي وتعبي. اربع فدادين وحق اربع بيوت بياكلوا في الاربع فدادين دول، حق اربع بيوت اربع عائلات بياكلوا في الفدادين دول، عايزة حقه، عايز حقهم من ربنا ومن مجمعينهم ولا ايه عشان تضمهم ولا ايه يعني؟ احنا هندرسوهم مشوناهم، مشوينهم عشان بقول لك الجرار كان جاي الصبح يدرس النهارده، النهارده الصبح يدرس والله، ولمين الشكاير ومبيتين على الانفار عشان انا وزغراتي بقى ومستنيه شويه القمح. اه والله يا اخويا، اجي اجي الاقي، اجي الاقي ارضي الناس ملمومه مليانه، الجزر البلاد اللي في ريح العزب اللي في ريح دول كانوا هنا بيطفوا فيها ما قدروهاش، والله ما قدروها من المنظر، ما اعرفش هو اللي حب ايه ولا عامل فيها مرتفع في السماء. وحسب الله ونعم الوكيل فيه، حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل. دي ما يصعبش، ده مال ما يصعبش. تنتج قد ايه يعني؟ اربع فدادين بينتجوا قد ايه؟ كام اردب بقمح؟ بسم الله ما اعرفش والله يعني، انا والله ما 60 اردب، ما اعرفش 60 اردب، 60 اردب. كام عيله متوسط؟ 60 احنا 8 8 بيوت بياكلوا فيه. وقبلت السنه دي ما حصلتش الانتاجية، شوف منظر الغلة، الانتاجية السنة دي ما حصلتش. الحباية قد ايه وهي محروقة؟ ما شاء الله ما شاء الله، يعني حاجة فظيعة. يعني حباية غلة اهي افركها لك اهي، شوف الغلة كانت بسم الله ما شاء الله، غلة بيضاء ما شاء الله 100 100، حسب الله ونعم الوكيل. عيار 24 بسم الله ما شاء الله اهو، حسب الله. الانتاجية كانت السنة دي تعدي. سبب مصرف أرض يا حاج هنا حصل الخلاف ما بينك وما بين جارك وحرق لك الاربع فدادين قمح. انت النهارده لما حرق بقى عرفت ازاي والقصه وايه التفاصيل يعني؟ احكي لي. فاجئت بتليفون جاي من محمد بيه قطاطو. السيد محمد بيه قطاطو طبعا رئيس مباحث مركز الرياض، كل الشكر والاحترام ليه. مركز الرياض ان هو يعني كان موجود على راس القوى الامنيه هنا في مكان هو. كلمني حاجه. فقال لي في حريق عندكم؟ قلت له يا باشا في حريق عندنا في الغله، وحضرتك انا هستناك على الطريق بره. فاستنيته على الطريق بره وجبته، فشاف المنظر ما هنش عليه المنظر ولا منظر الغله اللي تولع فيه. فاتفضل مشكور ان هو السيد مامور مركز الرياض والساده الضباط المحترمين والساده امناء الشرطه. فقاموا بالفور فعلا بالقبض على اثنين من المتهمين. قبضوا على اثنين يعني ساعتها فورا. كل الشكر والاحترام لهم بصراحه. امن قومي يا حاج، امن قومي للبلد. ده مش بتاعك لوحدك، مش بتاع لوحدك. عايزك تلف كده بس عشان الهوا. القمح ده بتاعي وبتاع حضرتك وبتاع الدولة بحالها، مش شأن لوحدي يعني، مش هاكله لوحدي. يعني احنا بنقول يعني ايه يا رب الساتر على حباية غلة زي دي الناس تعيش منها. يعني شوف الست بتقول لك انا منتظرة اطحن النهارده اكل عيالي. يعني الدراسة كانت جاية عشان يدرسوا. انا شايف فعلا قلبها محروق على حاجة صعبة، اكني عند عيل ميت اكتر. يعني لما تشوف ابنك بالمنظر ده تاني كده عند عيل ميت اكتر من عيل ميت. يعني الزرع ده زرعك ولدك دي اغلى حاجه في الدنيا طبعا، مع احترام لكل الناس طبعا، مع احترام لكل الجهات كمان طبعًا. مره طبعًا. الزرع والولد اعز حاجه في الدنيا، دي حقيقه. انت بتربيه على ابنك، بتربيه ونمته على قد ما تقدر، وجاي في اليوم الحصاد اللي انت هتفرح بيه وتاكل عيالك منه الزرع اللي هتاكلها. طفله زي دي منتظر رغيف عيش تروح حضانه، عايزه تروح المدرسه منتظر رغيف عيش، راجل فلاح بيشتغل عندك، جيرانك شغالين في الغد، عندك شتله النهارده هتجيب منين طحينه؟ هتطحن وتجيب اكل منين؟ فدايما امن قوم البلد. يعني انا يعني مش مصدق، انا ما كنتش مصدق المنظر بالليل لما شفت الولعه. مرد الله والله، والله ما في بينه وبين اي حد عداء اكتر من المنظر ده، وصعبان علي حرجني المنظر ده، حرجني والله يا حاج. انا نفسي وانا واقف مع حضرتك حزين على القمح ده، يعني منظر صعب. شوف السبل عامل ازاي، شوف الغله عامل ازاي، كتر النار فحم الارض، يعني الارض احمرت. انا عمري شفت الارض ما احمرت من الولع، استوت الارض، استوت الارض. والاذان بيأذن تقول
عمل وكيل حزب الله، بقول له يا رب خد لي حقي في حجة أدانك، يا رب خد لي حقي من اللي عمل فيا وفي عيالي وجوت عيالي كده، هو خد لي حقي. أنا كان بتوفر عني أرداب بوديه للجمعية، بجيب من جنيه 10 100 بسد ما عليا او بعمل بيه، بسد بيه باب. انا واقف وانا بسجل مع عم الحاج، شايفك محصوره، بسد. امال ايه؟ نار نار. ايوه ابنها، ابنها محروق، نار يعني جري وتعب طول السنه وراه يعمل فيا كده. جري وتعب طول السنه يعمل فيا كده ليه؟ يرضي مين؟ والله لو يرضي كده وريني كده يرضي مين اهو. شو بلا، بص تعالى هنا، لا تعالى هنا بالله عليك، بص بص كده. كنت تتمنى شوف القمح ده ينطح. شوف بسم الله ما شاء الله، ما هو كنت بقول لك انا كنت عامل شكاير عشان اجي اخدها واطحنها واعمل الاكل ليا ولعيالي، اعمل الاكل ليا والعيال. اجي الاقي كده، اجي الاقي كده الناس واقفه بتصعب علي وبتواسيني. بتواسيني في ايه؟ الناس بتواسيني في ايه؟ في نار، في نار، في نار كوت قلبي. اجي الاقي محصولي كده جري طول السنه وتعب طول السنه، اجي الاقي كده اترمي اتفحم بالمنظر ده، ما يرضيش حد والله، ما يرضى حد. لو شلنا انا عايزه حاجه، ما ينفعش نلاقي تحته حاجه. انا عايزه حاجه، هتلاقي تحت ايه؟ ده الارض اللي تحتها اتولعت، الارض اللي تحتها صور دي اتولعت. شوف من كتر النار كانها مصنع طوب اهي، الارض كلها هلاقي تحت. الكلام ده كان الفجر بقى، بعد الفجر ولا الساعه 3 ولا حاجه، الناس بتصوت وانتوا نايمين. والله نايمين ما شفنا حاجه، انا ما بلقيت جارتي نازله على الباب ضرب 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 الحاجه، الغله ولعت، الغله ولعت. صحيت على السويد، طلعنا على السويد لقيت الارض دي مليانه عباره عن ناس بس واقفه، ومحدش قادر له والله، ومحد قادر يخشها ولا يلطها. لما نعمل زي ما انت شايفها كده، حتى المطاف جت ما قدرت تطلعش برضه، سابت نار. سابوها، دول كانوا اربع شون كده لحد زي ما انت شايفهم، الارض كلها اربع اربع شون، الارض لسه فيها لسه فيها لهب، الاخيره فيها لهب لسه، اربع شون زي ما انت شايفهم. لنا متابعينا، متابعي موقع بصراحه الاخباري، زي ما احنا شايفين بسبب خلاف ما بينها وما بين جارها حرق لها اربع فدادين قمح، زي ما احنا شايفين. وصرحت لموقع بصراحة الإخباري، قالت كأن عيل من عيالي اللي مات، زرع رباته وكبرته وتحصده وجهزت الشكاير مات الابن، مات الضحية هنا، الزرع ده كأنه ابن بالظبط. شفنا الدموع وهي طالعة منها بتقول لك أنا كنت قايمة أحصده، لأن هي جمعت الأربع شون دول جابتهم هنا كلهم علشان تحصده وعلشان تضمهم، فرحانة يا عيني، وجابت الشكاير وجت علشان خلاص بقى الزرع كبر وداخل المدرسة ينطحن. فطبعا زي ما احنا شايفين كده اتحرق الزرع، واتحرق قلبها وقلب أسرتها، 8 عيال بياكلوا منهم، 8 عيال بياكلوا من القمح اللي قدام حضراتكم ده. حرام ده ولا حلال؟ الناس بتيجي تطفي وهم لسه نايمين، صحت لقت زرعها محروق زي ما احنا شايفين كده بسبب خلاف ما بينها وما بين جارها، وللاسف ان جارها ده هو سبب افتعال المشكله. ليه؟ يعني حسب اقوالهم ليا ان هو عنده سبق او سبتين قبل كده، ولكن افتكر ان هو ان هم اللي مبلغين عنه، فطبعا حب ينتقم منهم بطريقه او باخرى وعمل كده. ده حسب اقوال الاسره لنا. طبعا احنا بنشكر يعني جهات الامن هنا على رسوم السيده اللواء اهاب عطيه طبعا، واللي تلقى اختارا من مامور اسم شرطه الرياض، وبالفعل كان موجود هنا على راس القوى الامنيه السيد محمد أطاطو رئيس مباحث الرياض هنا. بجد يعني الناس هنا حبت تشكره من خلال موقع بصراحة أنه على تواجده خلال الواقع على طول، وتم القبض على 2 من فاعلي هذه الواقع. مشاهدينا متابعينا، ده كان لايفنا من كفر الشيخ تحديدا مدينة الرياض، كان معاكم محمد مختار صحفي بالموقع.